مرحبا بمتابعي قناة المباريات المتلفزة في الجزائر. قبل البدء من فضلك اشتراك في القناة واعجاب بالفيديو ليصل الى غيرك. موضوعنا اليوم عن ميركاتو شباب بلوزداد النادي الجزائري، كل صفقاته في هذا الميركاتو الصيفي، فشاهدوا الفيديو للنهاية لتتعرفوا على كل الانتقالات. إذن ميركاتو شباب بلوزداد، أول صفقة لشباب بلوزداد هو المهاجم أسامة درفلو، المهاجم الدولي السابق ينتقل إلى شباب بلوزداد. أما الصفقة الثانية لشباب بلوزداد فهو المدافع عبد الرؤوف بن غيث، وأيضا تم استقدام المدرب سيفون فوندبروك. أما ثالث لاعب مستقدم إلى شباب بلوزداد فهو الجناح زين الدين بوتمان من النجم الساحلي التونسي إلى غاية 2025. ورابع المستقدمين هو اللاعب المالي مامادو ساماكي من النادي الرياضي البنزرتي إلى غاية 2026. لمعرفة ميركاتو الأندية الجزائرية كاملا تنتقلون من خلال أيقونة فوق. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، من فضلكم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإعجاب بالفيديو.